بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أيوة وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين واللعن الدام على عدام من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أمين رب العالمين السلام على الحسين السلام على علي بن حسين، السلام على الحسين السلام على أولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين سلام الله عليك سيدي يا أبا عبد الله يوم ولدت ويوم عشت في هذه الدنيا الدنية ويوم نلت الشهادة في واقعة الطف لتلتحق بالرفيق الأعلى في أعلى عليين وكذلك الصحب الأوفياء كما وصفتهم الذين كانوا من حولك وقاتلوا بين يديك ونالوا الشهاده. طبعا كما تعلمون ذكرنا سابقا بأن هناك بأن مواقف مع الإمام الحسين عليه السلام وما يتعلق بها الشراء ما قبل يوم الطف وفي يوم الطف وبعد واقعة الطف حقيقة هناك موقف كما تعلمون أن بني أمية استنفروا قواهم للحيلولة دون وصول إمامنا الحسين عليه السلام واضح بعد أن إمامنا يدعو للنهوض ويدعو إلى القيام ضد هذه السلطة الذي محقت الإسلام وقلبت الموازين وكما تعلمون كثرت المعاملات المحرمة بعهدهم وانتشر الفساد ولعله الأمة كانت على شفاء حفرة لا تحمد عقباها لذلك الإمام الحسين عليه السلام ذكر بأنه الخروج المبارك له كما صرح بأبي وأمي بانه يريد ان يمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الا ترون ان الحق لا يعمل به. يعني هنا تاكيد كما تعلمون ان من يعني ادوات التوكيد. الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، هذا في الواقع توصيف دقيق جدا من قبل امامنا الحسين عليه السلام وهو امام الكلام يصف الفتره التي يعني حكم بها الامويون وما حصل بالامه الاسلاميه. على كل حال الأمويون استنفروا قواهم وأخرجوا الأفواج من الفرسان بقيادات مثل حسين خرج بأمر من زياد وكمن في القادسية ليقطع الطريق على الحسين من وصول الكوفة وأيضا خرج الحر بن يزيد الرياحي على رأس ألف فارس وتوجهوا للحيلولة دون وصول حسين الى الكوفه هذا كان يعني الامر الموجه به من قبل الامويين دون وصول حسين يمنع وصول الحسين الى الكوفه ويمنعه من الرجوع ولذلك كان هنا هنا موقف يعني يعبر عن أخ اخلاق اهل البيت ويعبر عن رحمه اهل البيت بمعنى ما ما معنى ان نقول ان اهل البيت هم من الرحمه كجد النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم اعتبرهما اوصياء النبي الاكرم خاتم الانبياء وبحقه صلى الله عليه وسلم نزلت وانك لعلى خلق عظيم وكذلك أوصياؤه تبين يبين هذا الموقف ما معنى رحمه اهل البيت وكيف يتعاملون مع الاعداء كأبي في صفين مع معاويه والجيش الذي كان معه وكيف لما يعني ازاحوهم عن الماء وسقوهم لكن اولئك منعوا الامير المؤمنين ومنعوا جيشه من ورود الماء عندما وقع الفرات بايديهم على كل حال هنا موقف في الواقع هذا الموقف يتعلق بإمام الحسين عليه السلام عندما واجه جيش الحر الحر توجه على رأسي هو القائد لهذا الجيش على رأس ألف فارس وهذا الموقف كما بينت يتعلق بشخصية إمام الحسين عليه السلام وكيف يتعامل مع الأمة وإن كان هؤلاء خرجوا ليجعجعوا بإمام الحسين عليه السلام ورحله ويحول دون دون قدومه او رجوعه الى دون قدومه الى الكوفه ودون رجوعه الى الى مكه فلذلك انا في الواقع سأقف على حقيقه توليف علمي رصين للاستاذ الفاضل الشيخ رافد الفتال وهذا المصنف كما هو عنوانه منية الراغبين في زياره الامام الحسين عليه السلام واخيه ابو الفضل العباس عليه السلام حقيقة هذا الكتاب يتضمن دقائق ونكات، النكات يعني المسألة دقيقة وكذلك يتضمن تأريخ نستطيع أن نعول عليه أحاديث مسندة وذات يعني متن صحيح، وجزا الله خير سماحة العلامة السيد الصافي بأنه وجه بأن هذا المصنف حقيقة العلمي القيم بأن يطبع ويضع في العتبة ليكون بمتناول أيدي الزائرين. انا في الواقع ساقف على هذا يعني هذه الحادثه كما يعني يفصلها الاستاذ الفاضل طبعا اكيد هذا كله مستقى من كتب التاريخ فيقول على مشارف كربلاء يقول لما واجه الامام الحسين عليه السلام طليعه الجيش الاموي في مشارف كربلاء عند موقع ذو حسم هذا اسم المكان تصرف الحسين عليه السلام التصرف الذي يليق هل ذكرت رحمه اهل البيت ورحمه الحسين عليه السلام. تصرف الحسين عليه السلام التصرف الذي يليق به وبنسبه الكريم. وبأجداد العظام. قال الشيخ المفيد وهو يذكر مسير الحسين عليه السلام الى العراق ثم سار عليه السلام من بطن العقبه حتى نزل شراف منطقه اسمها شراف من جمله المنازل التي مر بها امام الحسين عليه السلام. فلما كان في السحر امر فتيانه فاستقوا من الماء. وماذا قال لهم؟ قال لهم فاكثروا لما سيحصل في اليوم التالي. فلما كان في السحر امر فتيانه فاستقوا من الماء فاكثروا ثم سار منها حتى انتصف النهار فبينا, فبينا هو يسير اذ كبر رجل من اصحابه فقال له الحسين عليه السلام الله اكبر لم كبرت؟ قال رايت النخله فقال له جماعه من اصحابه والله ان هذا لمكان ما رأي ما راينا به نخله نخله قط. فقال الحسين عليه السلام أنا والله أرى ذلك ثم قال عليه السلام ما لنا ملجأ نلجأ إليه فنجعله في ظهورنا الإمام طبعا يسأل أصحابه الذين من حوله ما لنا ملجأ نلجأ إليه فنجعله في ظهورنا ونستقبل القوم بوجه واحد فقلنا بلى هو ذو حسم إلى جنبك تميل إليه عن يسارك فإذا سبقت إليه فهو كما تريد فأخذ إليه ذات اليسار ومنا معه فما كان بأسرع من أن طلعت علينا هوادي الخيل فتبيننا وعدلنا فلما رأونا عدلنا على الطريق عدلوا إلينا يعني أشار إلى الحر والفارس كانوا معه عدلوا إلينا كأن سنتهم لعاسيب أشار إلى كثرتهم كأن سنتهم لعاسيب وكأن راياتهم أجنحة الطير فاستبقنا إلى ذي حسم إلى فسبقناهم إليه وأمر الحسين عليه السلام بأبنيته فضربت وجاء القوم زهاء ألف فارس مع الحر بن يزيد التميمي حتى وقف هو وخيله مقابل الحسين عليه السلام في حر الظهيرة والحسين وأصحابه معتمون متقلد أسيافهم فقال الحسين عليه السلام لفتيانه اسقوا القوم هذا الموقف الذي يريد أن أقف عليه اسقوا القوم وأروهم من الماء ورشفوا الخيل ترشيفا ففعلوا وأقبلوا يملؤون القصاع يعني أصحاب الإمام الحسين عليه السلام وأقبلوا يملؤون القصاع والتصاص من الماء ثم يدنونها من الفرس فإذا عب فيها ثلاثا أو أربعا أو خمسا عزلت عنه وسقوا آخر حتى سقوها كلها حتى سقوها كلها فقال علي بن الطعان محاربي كنت مع الحرور يومئذ فجئت في آخر من جاء من أصحابه فلما رأى الحسين عليه السلام ما بيب وبفرسه من العطش قال أني خراوية يعني الامام حسين وجه هذا الكلام لهذا لعلي بن طعان المحاربي أنخ الراوي يعني ابرك ابرك آه راوي. والراوي عندي السقاء ثم قال يا ابن اخي انخ الجمل فانخته فقال اشرب فجعلت كل ما شربت سال الماء من السقاء كل ما اشرب يسيل الماء من السقاء فقال حسين عليه السلام اخنث السقاء الامام الحسين طبعا يقصد يعني ضيق فوهه السقاء أخنث السقاء فلم أدري كيف أفعل علي المحارب يقول هذه العبارة فلم أدري كيف أفعل فقام فخنثه يعني إمام الحسين عليه السلام فشربت وسقيت فرسي طبعا هنا طبعا يقول ومن كرامته وعظمته أنه قبل أن يواجههم بكلام قبل أن يكون هناك حديث بين إمام الحسين عليه السلام والحر وما لمجيئه إلى هذه المنطقة وهدفه من مجيء الحسين عليه السلام أمر فتيانه بسقيهم وأروائهم من الماء في وفي هذه الجملة دلالة أخرى فإن جملة اسقوا القوم كانت ذات دلالة كافية على المقصود لكن الإمام أكدها بجملة وأروهم التي هي أوضح في الدلالة على أن يرتو وليس الري إلا من الماء لكن الإمام يصرح بكلمة من الماء أن أنه إمعان في التركيز على الماء الذي له شأن في مساءة الحسين عليه السلام في كربلاء ويومه, ويومه القريب ويومه القريب وفي الحديث أيضا إثار أن الإمام عليه السلام قرن الخيول في الأمر ورشف الخيل كما قال من حسن عليه السلام ترشيفا قرن الخيول في الأمر بترشيفها وجعلها تمص ما تريد من الماء وتشاء وبهذا تعريف لأولاك المجندين للأمويين والمتطوعين لحرب أهل البيت عليه السلام أن الماء لا يمنع لا يمنع حتى من الحيوانات فكيف بالإنسان طبعا في الواقع هذا ما آه هذه جملة من المواقف أو واحد من المواقف التي تنم عن أخلاق أخلاق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وكيف تعامل مع هؤلاء وإن كان خرجوا ل يعني بجعجة الحسين والحول دون وصوله إلى الكوفة والحول دون رجوعه إلى مكة لكن مع ذلك نجد أن إمام الحسين عليه السلام تعامل معهم ذاك التعامل القراني الذي كما اسلفت عن اخلاق اهل بيت عليهم افضل الصلاه والسلام والتي هي اخلاق الالهيه الفعليه التي تصف بها. نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون من المعزين لاهل بيت بهذا المصاب الجل مصاب استشهاد امامنا الحسين عليه السلام ونساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا زياره امامنا الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الاخره انه نعم المولى ونعمل مجيب اخر دعوانا الحمد لله يا رب العالمين